أحمد أتحبة رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية بيتر ودونت. تنتواجد في الكلية المتعددة التخصصات من أجل في إطار عملية توزيع اللوحات الأمسية المهداة من مؤسسة محمد السادس للبيئة وكذلك منظمة اليونيسف والبالغ عددها 140 بالنسبة لمنظمة اليونيسف و 240 لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. هذه العملية التي حقيقة ستعزز من التعلمات ديال المتعلمين في إطار التعليم عن بعد، على اعتبار أنها تتضمن مجموعة من الموارد الرقمية التي ستكون إن شاء الله رهن أشارة المتعلمين. شكرا.